تحذيرات دولية من اجتياح رفح الفلسطينية. مصر كررت مراراً رفضها إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية. الولايات المتحدة رفضت الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية محذرة من وقوع خسائر لا يمكن قبولها. فرنسا أكدت معارضتها لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشددة على أن عواقب الهجوم ستكون كارثية. بريطانيا هددت بتقييد صادرات الأسلحة للاحتلال في حال تنفيذه هجوماً برياً على رفح الفلسطينية. استراليا وكندا حذرتا من العواقب المدمرة على الفلسطينيين بالمدينة المكتظة بالنازحين. الصين دعت الاحتلال لوقف عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة. روسيا رفضت شن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية وحذرت من اندلاع كارثة إنسانية وتوسع رقعة الصراع. جامعة الدول العربية كررت التحذير من العواقب الكارثية لاجتياح رفح الفلسطينية وما سينتج عن ذلك من مجازر. غوتيريش اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل سيكون تصعيداً كبيراً لا يمكن احتماله. مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا حذر من أي توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية. منظمة الصحة العالمية حذرت مما وصفته بحمام دم إذا نفذت إسرائيل هجوماً عسكرياً على رفح الفلسطينية. جريفيث قال إن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية سيكون مأساة تفوق الوصف. أونروا تؤكد أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ستكون عواقبه مدمرة. الاتحاد الأوروبي حذر من مغبة قيام الاحتلال بشن هجوم على رفح الفلسطينية، معتبراً أنه سيكون كارثياً تماماً. تحذيرات دولية من اجتياح رفح الفلسطينية.